أحب أن أفرح الجميع. موعدنا 2/8، وقد قلتها في السابق، سيكون لدينا مفاجآت في الجلسات في خلال المرافعه، وعلى ما اعتقد قد صرح فيها الاستاذ الفاضل والمحامي العقل ومحامي الجنايات المعروف والكبير في مصر الاستاذ فريد الدين، بانه يوجد لدينا اكثر من 50 CT يتضح ويوضح المؤامرة، وضمنها كان ما قدمه الدكتور الفاضل علي الجمل في الفيديو الأخير. أعتقد الشعب المصري الآن عرف من هو الرئيس مبارك وماذا فعل الرئيس مبارك. أخيرا حتى أترك الميكروفون لزميلتي وأستاذتي الأستاذة سلوى السوبي قبل ما أنهي الكلمة، بأننا كما وعد سنفرح بعد 2/8 ببراءة الرئيس مبارك، وسترون جلوسه في منصة وعيد اكتوبر القادم إن شاء الله بجانب الرئيس السيسي بإذن رب العالمين.